بعد تعادل مع وفاق سطيف الجزائري 2-2 الأهلي يتأهل لنهائي بطولة أفريقيا الأندية أبطال الدوري بعد الفوز في مجموع المباراتين 6-2. كابتن شريف ألف ألف مبروك. ألف مبروك، ألف مبروك على كل شيء الحقيقة، على الروح النهاردة أول تايم، على الأداء، على تحمل المسؤولية. لعيبة بتكرر نفسها في مباراتين ورا بعض، وإن كان طبعا ما بتلعب خارج أرضك والظروف اللي انت بتقابلها، نتيجة مطمئنة على كل شيء يعني. أنا وإحنا بنتفرج غير ما أي حد بيتفرج بيستنى النتيجة شكلها إيه، إحنا بنتفرج عامة كصورة كاملة، بنتفرج على اللعيبة، بنشوف الحالة البدنية شكلها إيه. الحمد لله بنتمنى إن ما يبقاش فيه إصابات كتير قوي، عشان المباراة اللي جاية وأنت خاصة أنت هتلعب كمان، هتخش بقى في الضغط تاني اللي هو مباراة الدوري المحلي. ف رؤية فنية للجهاز الفني كمان، ملعب حلو شكله حلو تقدر تلعب فيه. طبعا انا بكلمك كده وانا كنا كسبانين وكنا نقدر نكسب واتنين ماشي، اتنين اتنين كويسين وبرضو. بس خلي بالك وانت لعيب في الملعب، وبرضو انا قلتها يمكن في الانترو، ما بنساش برضو نتيجة المشي الاولاني كويس، ولكن انا يكفيني ان انا وانا مش بقدم اداء افضل، انما شخصيه البطل موجود، انت ما خسرتش. ايوه طبعا، انت قدرت ترجع للماتش في الاخر وتعديل 2-2. بس انا عايز اقول لك باقل مجهود، عايز اقول لك على حاجه، شكل اول ربع ساعه يا بلال اللي احنا كنا بنتمناه انا وانت في التسجيل، هدف يخلص الحكايه. صح، لا لا طمعنا اكتر. ايوه انا طمعت وانا بتفرج في اول ربع ساعه. ايوه طمعت على كل كوره، احنا هم خلاص فكوا خالص من اول هدف، بقيت انت كل كوره رايح بيها تقدر تجيب جول، ده الاحساس اللي جالي انا. عشان كده مش زعلان، بس كنت اطمع برده في ارسال رساله قويه جدا لاي حد منتظر البطل. بس انت قدمت رساله قويه برضه. طبعا يعني انت مش وانت في افضل حالاتك الفنيه، عندك برضو بعض اللعيبه كانوا مجهدين شويه، كانوا خايفين على رجلهم شويه، حصل لا قدر الله في الاخر بعض الاصابات، نتمنى ان شاء الله انما تكونش اصابات جامده. عندك حاجه هنتكلم عليها بعد كده، هنتكلم عليها بعد كده، لان دي برضو عليها كلام، وكلام قريناه كلنا النهارده، حته ضغوط المباريات من اتحاد الكره قبل نهائي افريقيا ان شاء الله، برضو عايزين نتكلم فيه النهارده باذن الله. انت عندك ثلاث ماتشات في اسبوع، اربع سبت اربع. بص يا ايمن، انا عاجبني الانسجام اللي موجود في اللعيبه بقى لهم فتره، يعني الماتش اللي فات والماتش ده في انسجام، عندهم ثقه في امكانيات بعض. ايوه السرو باص لما بيتلعب دلوقتي بيتلعب بحسابات، واي حد بيعمله بلاي ميكر في الملعب، الجول الاخراني اللي احنا جايبينه قد ايه في تحرك ممتاز جدا محمد شريف، قد ايه بيرستاو تصرف من بيرستاو هاي بقى، يعني راجل بيتحرك وبيدي كل امكانياته، اذا كانت الهجوميه او الاسيست او اي حاجه موجوده، فدي كلها مكاسب. مظبوط. مش عيب، احنا لما كنا بنروح نلعب بره وبنرجع متعادلين كنا بنبقى في منتهى السعاده. يعني مش رايحين نكسب بس يعني، او لا على ايامنا احنا لو كلما لما كنا نروح نكسب بره. صحيح. يعني فكتر خير لعيبه في الفتره دي انها بتسافر بره وبتعمل لنا النتائج دي وبتعدي وبتروح الفاينل، فارجو لعيبه كلهم باذن الله النهارده يبقى في استشفاء سريع جدا. والدور بقى دلوقتي عشان انت بتلعب على نهائي افريقيا، الدور ده بقى جهاز فني كله دلوقتي، جهاز فني نفس الشكل قبل المباراه باسبوع، الشكل المعسكرات اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده. فاعتقد ان خلاص الطريق مفتوح بالنسبه لنا، تهيئه الجو النهائي تهيئه. وفي جمله انا بحبها، ان الله يحب شعب اذا ارادوا اراد. يعني دايما انت اشتغلت وتعبت وبتدور على انك تجيب البطوله وكل مره بنفس الشكل، ما تقلقش من اي حد. يعني ان الله يحب شعبا، يبقى انت اذا اراد ربنا يحب فريق اذا ده، فلازم دي حاجه كل الناس بتشتغل، ربنا هو اللي شايف انك انت بتشتغل وبتشتغل كويس قوي، وعشان كده ربنا بيكرمك. انا بكلمك في حته اللي هي مهما كنا هنلعب في ارض بره او عندنا تخطيط لاي شيء بيبقى ضد، ربنا معاك ادام شايفك انت بتشتغل وكل حاجه، اشتغل وادي كل اللي عندك واخلص، ربنا مش هيسيبك طبعا. بس انت قلت لي حاجه يا كابتن في البدايه، ابعد عن السلبيات. انت جايب السيناريوهات السلبيه دي احنا مش جايين نفكر فيها. صحيح. اي حاجه هتبعدنا او هتخوفنا او هنتكلم فيها والسوشيال ميديا زقنا معاها، لا خلاص. بالظبط. ما حدث حدث. بالظبط. واحنا الحمد لله متعودين على كل الظروف وبنلعب في اي ظروف يعني.
صحيح. فمبروك النهارده وعبال البطوله باذن الله. يا رب.